معانا بدر حاجة اسمها راوند سيكورد سندروم، اللي هو بيحصل ضربة على ناحية واحدة من النخاع الشوكي. دي بتبقى دايما مطوة، مقص، سكينة. احنا خدنا مقص. الحمد لله. انا بجد يعني الحالة ما شاء الله انا منبهرة بالنتيجة. احنا عملنا 12 جلسة بس، وعملنا حقن عيوني على، كان عندنا سقوط قدم، لا اقعد احسن يا بدر، كان عندنا سقوط قدم جامد جدا، كانت الرجل ما بتتحركش خالص هنا، اشتغلنا على العصب وحققنا هنا عصب وحققنا هنا العضلات اللي فيها تيبس. انا عايزاك ترفع ايديك فوق، احنا كان الجنب ده مش شغال خالص، الجنب لحد الاخر زي ما وريتني. اتنين، افرد، اقفل صوابعك، تمام، يقدر يقفل ويمسك دلوقتي، افتح. دي بقى احنا هنكمل تاني جلسات، هنكمل بقية الفتحة فيها، احنا بوريكي كل حاجة لايف واللي ناقص لنا جميل. طيب خد مشط رجليك عليك، بصوا يا جماعة للآخر ما شاء الله، للآخر خالص، تاني نزل وخده عليك ما شاء الله للآخر خالص. ورينا مشيتك بقى، هو كان جاي لي بالعكازات صح؟ شايفين يا جماعة ما شاء الله. البس الشبشب التاني، احنا بنلبس الشبشب عشان لما بيبقى فيه سقوط قدم وبيبقى فيه اصابة في النخاع الشوكي بيبقى فيه عندنا مشكلة في الإحساس، فاحنا لما هو يبقى حاسس بالشبشب دي بتبقى علامة كويسة. البسه للآخر اهو، حاسس بيه؟ اه حاسس صح؟ تمام، يلا امشي بيه بقى. دي من الحاجات الصعبة جدا في الحالة دي. ما شاء الله انت ماشي حلو قوي. الحمد لله. احنا خلاص نطلع سلم وننزل كويس؟ الحمد لله. طيب احنا عملنا 12 جلسة ولسه كمان مكملين لحد ما نجيب فتحة الإيد للآخر خالص وما يبقاش فيه أي أثر للإصابة، خصوصا إن هو بدأ معانا بدري بعد 3 شهور من الإصابة، فده هيساعدنا إن احنا نجيب معاه نتيجة كويسة ونخليه يعدي بدون أي مضاعفات. والنهارده اصلا كنا هنعمل فيديو هنتكلم فيه عن المضاعفات اللي بتحصل لما بنأخر الجلسات او العلاج. طبعا كل اللي بادئ بدري بيبقى عنده فرصه الشفاء التام، يعني ان شاء الله باذن الله.